الله ما شاء الله، احجام يعني ما شاء الله ما شاء الله. وكله بيلعب ده، هو نط في الايس بوكس ما شاء الله. حطيت الايس بوكس في البحر اتملى ما شاء الله ما شاء الله. تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. تعال نشوف النهارده هنعمل ايه. يا هلا والله، معاكم خالد الصاوي. زيكم عاملين ايه؟ احسن صيادين في العالم. تعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه، يلا بينا. سردين متقطع جاهز. كده انا مجهز البوصة دي، بوصة بمسكها على ايدي تمام، وبحط فيها سنون صغيرة شوية 8 او 9، وبشتغل بيها بجرجر على المرمار، ورصاصة رفيعة 40 تقريبا او 50 تمام. البحر النهارده جميل جدا. والبوصه الثانيه بستخدمها بحط فيها الرصاصه 80 وسنون كبيره شويه 8 و6، وبحط فيها سردين وبرمي بيها جوه، بشوح بشغل بيها بقى ايه الدنيس الغلمفيش الكلام ده كله. والبوصه دي بشتغل بيها على المرمار، بمسكها على ايدي وبشتغل بيها على المرمار. تقريبا بتنقر ولا ايه؟ بص انا بدكك السردين كده تمام كده، وتسيبه كده. سنة تحت الرصاصة مية جميلة جدا. يلا نشوح. جهزنا اول بوصه، نجهز بقى تاني بوصه. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. الصباحه حلوه ما شاء الله ما شاء الله، شكلها كده حاجه حلوه ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. غرنفيشة بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. غرنفيشة حلوة، غرنفيشة جميلة. ايه الجمال ده؟ لسه وانا بجهز البوصة التانية جت معايا. بسم الله ما شاء الله، احجام محترمة. هي دي الاحجام ولا بلاش؟ غرنفيشة بتزحلق. وبلعة بلعة محترمة على السردين. سنار 8، أنا بشتغل بسنار 8. إيه بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
اللي بعده. الله الدنيس اهو ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله الدنيس على الجمبريه، على البرغوت المره دي، ده على البرغوت ما شاء الله. ما هو على السن كبير ما شاء الله. بصوا يا جماعه انا بحاول احضر عشان اطلع عشان اطلع بس ايه في الارمه سمكه او سمكتين. هقول لك ازاي لو في سمك موجود ممكن تطلع سمكه او سمكتين. بص انا في نقر معايا وقام جاي رادد وسابق، بتنقر قام جاي رادد وسابق كده، السمكه معايا خلاص. هستنى ممكن اخد واحده ثانيه تمام، يعني كده خلاص كده في سمكه معايا. ممكن استنى ايه كده ايه، ممكن يبقى معايا سمكتين. سمكتين اهو اهو اهو، ولا سحر ولا شعوذة. نرمي الصغيرة وناخد الكبير، نرمي الصغيرة وناخد الكبير. لسه انا واقف على المية. السمك المرمار بيحب تخيله، يعني تجرجر له كده على الارض. بص 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 بتعمل ايه، بص بتعمل ايه، بص بتعمل ايه، تديها رده سيبها. بص بص الكلام، بص الكلام، بص الكلام، تدي له واحده كمان سيبها. كده معايا او مش معايا؟ لا معايا. حلو اهي، تعال تعال تعال، لازم تنكشه المرمار، لازم تنكشه، ترمي له البوسه وتسيبها مش هيطلع معايا. ده ما شاء الله جام محترم، جام محترمه. حلو ها، بص المية ايه الجمال. الله معايا سمكة، بس هستنى اخد واحدة كمان. يلا 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 بينا يلا بينا، تعال تعال اليكس فيشر في كل حتة، في كل حتة. مرمار ماشي، مياس ماشي، تعالي 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 وتجيني. سمك جوز اهو اهو بالجوز كله. اهي اهي بسم الله ما شاء الله، شكلها حاجة حلوة. ايوه ايوه العابي العابي جوز اهو، ثلاثة كمان. تريبل تريبل، يا لعبك يا خلود يا بتاع التريبل. الله ما شاء الله تريبل. تعرفوا تعدوا لحد كام يا جماعه؟ بصوا يا جماعه بشتغل على المرمار برضو، انا شغال بالسردين تمام، مقطعه صغير، بتشك السردين كده طلعه من هنا كده تمام، وتسيبه سيبه كده بالمنظر ده مفيش مشكله تمام.
وهكذا. سردينة تفكها كده طلعها كده تمام، ونحذف ونشوف بقى المرمار هيجي ازاي، غنم فيه اي حاجة اللي يجي. بتبدا تجرجر يعني، ما بتسيبهاش مرميه، انت ممكن عادي بترقد عادي، بس انا عشان في مرمار في الميه ف وانا شغال عليه فبجرجر له يعني. ابتدى ياكل تمام، هجرجر لما ياكل ام جام جرجر، ياكل ام جام جرجر. اهو بياكل، اهو بياكل كده. تقريبا معايا سمكه، بس انا بستنى حد يبقى معايا اثنين مثلا ثلاثة، لو رزقك. ده تطلع بقى تقريبا معايا اثنين هما تقريبا يعني. وبكده تنتهي حلقتنا النهاردة. ما شاء الله ايس بوكس العشرة لتر بتتملى الساعة دلوقتي 10، عايز بوكس اتملى احجام 9.5 ولا 5، 9.5 احجام خشابي ما شاء الله. بص انا بس حطيت بس الايس بوكس في البحر. بسم الله ما شاء الله الايس بوكس اتملى الساعة 6 والساعة 11 ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.